بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نكون معكم في تغطية سريعة عن مهرجان فلونا. طبعا راح بتعرفوا ايش هو مهرجان فلونا، خلوكم معنا. للناس اللي ما اشتركوا في القناة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. هيا بنا. اندونيسيا الحياة للأمام، اندونيسيا الحياة للأمام، من سبنج نهدي السلام. اندونيسيا الحياة للأمام، شعب مبتسم متواضع، يرحب بالضيف رائع، بين القرى والمدن حب وئام وحلم. طبعا كثيرين يقولوا ايش هو مهرجان فلونا. مهرجان فلونا عبارة عن اختصار لكلمة فلورا دان فونا. طبعا فلورا وفونا خلوها فلونا، طبعا مش فلونا اللي في الفيلم كرتون، حطوا لنا الصورة هنا حقت الفيلم كرتون فلونا. طبعا هذا المهرجان عبارة عن مهرجان للنباتات والزهور الزينة في جاكرتا لهذا العام. خلونا نشوف ايش فيه من نباتات واشجار زينة في هذا المهرجان. يوجد اكثر من 150 ستاند ومحل او كشك لبيع النباتات واشجار الزينة والحدائق، طبعا والعناية بالحدائق في هذا المكان. زي ما قلنا اكثر من 150 ستاند او كشك. وهنا ايضا توجد بعض الحيوانات، حيوانات الاليفة زي هذه يسموه هنا هامستر. شوف هذه الارانب ما شاء الله. كلنا اجي سكره ما شاء الله. كيف ما شاء الله. جميعها انواع الليمون والحمضيات. الليمون هم يسموه طبعا جرق، ليمون، حمضيات، برتقال وغيرها. تعالوا نشوف بعض انواعها. طبعا شوفوا هذا الليمون الصغير هذا، شوفوا اهو شايفينه كيف مره صغير، شوفوا حتى قد اصبعي، شوفوا قد اصبعي شايفين. وهنا ليمون اخر، نشوف هنا ليمون اخر فين شفناه. ايوه هنا الليمون الاخر، هذا الليمون المعروف، هذا زي كانه ليمون بنزهير شايفين، ليمون بنزهير. شوفوا كاتبين هنا انواع الجرق، شوف جرق كيب ارجنتينا، طبعا هذا من ارجنتينا، شوفوا هذا من ارجنتينا. هنا بعض السلاحف، شوفوا بعض السلاحف. هنا شوفوا بعض الحشرات او الزواحف، بعض الزواحف. وهنا بعض الضفادع، شوفوا هذا الضفدع، شوفوا هذا الضعف، ضفدع جميل جدا. هنا الهامستر، شوفوا الاطفال ينبسطوا، طبعا الاطفال بشكل عام ينبسطوا في هذه المهرجانات. هذا الواحد ما يخاف من الهامستر. شوفوا بعض الزواحف هنا ايضا، اللي هو الاجوانا، اللي هي الاجوانا، الاجوانا الخضراء بشكل عام. اوه يوجد بوم، شوفوا البوم هذا، هذا هو البوم، شوفوا هذا هو البوم. هلا بالبوم، مرحبا. هيعض ما يعود كويس. شوفوا هذا البوم الثاني، شوفوا زعل مسكناه زعل. شوفوا طبعا هذا اسمه شوغر ليدر، عبارة عن سنجاب الذي يطير، شايفين شوغر ليدر اسمه. من الأنشطة الموجودة هنا انك تطعم الحيوانات، شوفوا انيمال فيدينج في فلورا. الأطفال هنا ينبسطوا كثير، أطفال شوفوا ينبسطوا كثير. هنا في قرد، شوفوا هذا القرد، يقول لك حافظ على المسافة الآمنة. عمر برابا يعني؟ أربعة تاون. برابا متر؟ هذا ستر 2 متر. 2 متر لبي؟ يس. وده جينك يا؟ وده. طبعا عنده مشكلة في العين هنا. هنا الإجوان الأحمر، شوف هذا الإجوان الأحمر، الأخضر، هناك سلاحف مدغشقر أعتقد، شايفين السلحفة دي، خلينا نقرب منها نشوفها عن قرب. سلحفة مدغشقر هذه. هذه اسمها سلحفان مدغشقر، اعتقد انه جايبينها من مدغشقر. هنا في بعض الخرفان،
شوف هذا خروف، هذا خروف آخر، وهناك واحد ثالث. فهنا الأطفال يستطيعون أنهم يأكلوا هذه الحيوانات. هنا طبعاً الأرانب، هنا الأرانب، شوفوا الأرانب هنا. طبعاً هذا الستاند اسمه فجر كاستوس اللي هو الصبار. طبعاً أنواع الصبار هنا موجودة. شوفوا هذا الصبار أول مرة أشوفه صراحة. شوفوا بالإنجليزي كاتوس. طبعاً شوف هذا مدري أي والله قاسي ذا، هذا الشوك حقه قاسي. شوفوا هذا النوع آخر، أنواع من الصبار. شوفوا يا سلام سبحان الله. طبعا هذه النباتات للبيع، اللي بيشتري يشتري. شوفوا شوفوا أنواع الزهور في هذا المكان، هذه أنواع الصبار. طبعا شوفوا صبار فوق الزهور. فالناس اللي تحب النباتات والزروعات بشكل عام، هنا الموقع حقهم حيناسبهم هذا المكان، لأنهم يشوفوا يكتشفوا بعض أنواع النباتات وأنواع الزروعات زي ما يقولوا. طبعا هذا الصبار غريب وعجيب، شوفوا كيف الشوك حقه لونه أبيض بس ما هو قاسي. شوفوا هذا بمليون ونصف، بمليون ونصف. طبعا هنا نباتات الأدينوم. شوفوا هذا المكان اسمه سلطان أدينوم، طبعا مش إعلان، ولكن عندهم خدمة جميلة، يرسلون هذه النباتات إلى دول كثيرة مثل روسيا، كازاخستان، أبو ظبي، نيجيريا، موريشيوس، يو اس اي، هونغ كونغ، فيتنام، سنغافور، ماليزيا وتركيا. طبعا اللي بيتابعهم شوف هذا الحساب حقهم في الانستغرام. إذا هذه النباتات اسمها أدينوم، صح أدينوم، لازم الاسم يكون كويس يعني. طب هذه النباتات غريبة، شوفوا كيف سبحان الله، شوفوا كيف قاسية، لكن شوفوا أوراقها قليلة وأزهارها أيضا. شوفوا جدا كبيرة هنا، شوفوا كبيرة هذه معمرة شكلها. طبعا هذه النباتات أعمارها فوق، شوفوا ليش خلوها كذا، شوفوا لأنه يربطوها بالأسلاك. شوفوا مربطة بالأسلاك بحيث أنها ما تكبر بسرعة، هاي طريقة على قولهم زراعة هذا النوع من الأشجار. طبعا شوفوا هذه النباتات، شوفوا كيف مسوين لهم على قولهم كوخ صغير. شوفوا كوخ صغير كأنك عايش لحالك. شوفوا هذا يمكن للنمل ولا لبعض أنواع الحشرات عايشين جوه. هنا أيضا واحد ثاني. طبعا هذه أشياء للزينة، هذه أشياء للزينة، نباتات غريبة عجيبة طبعا ومتنوعة. طبعا هذه نباتات اللي يستخدموها في السلطات والطبخ. شوفوا هذا البصل الأخضر، هذا يسموه سلدري، في الفلفل، شوفوا الفلفل تمام، هذا نوع من الفلافل، في طماطم، طماطم كم أنا طماطم يعني يعني هذا الطماطم. شوفوا الطماطم يعني طماطم برابا با؟ yang besar itu 80. 80. Yang itu 40. Ini min nih. Min jumbo. Oh, ini min. Min jumbo. طبعا هذا النعناع. Ini berapa, Bang? 40. 40. Iya. Ada 40 النعناع ده. ف اللي يبغى نعناع يزرع ويشرب النعناع مع الشاهي. يا سلام، او الشاي مع النعناع طبعا، مو شاي طبعا. هذا طبعا هذا قسم الحيوانات التي حنطوها، حيوانات التي حنطوها. طبعا شوفوا هنا تعريف بالحيوان بلغه بريل لذوي الاحتياجات الخاصه الذين لا يرون. حراسات امنيه موجوده. هذا اعتقد كودانيل اللي هو فرس النهر، نوع من انواع الغزلان، منطقة تحنيط هاي طبعا. اوه انواع من البيض. هذا طبعا اورانغوتان، طبعا بس مجسم، اورانغوتان مجسم. الجميل هنا انه لغة البريل موجودة هنا بالتعريف بالحيوان اللي انت قدامك. وايضا اذا تبغى عن طريق على قولهم الذكاء الاصطناعي، هنا الباركود يجيب لك المعلومات عن الحيوان اللي امامك. طبعا هنا كوبرا، شوفوا محنطة، وهنا بعض النمور أيضا المحنطة. شوفوا
نور محمد سبحان الله. هذه ايضا نمور اخرى محنطه. طبعا شوفوا حجم النمر، حجم النمر تقريبا طوله متر ونص الى مترين، والله مره كبير وبعيد عني المسافه. طبعا هذا النمر البنغالي، شوفوا هرمه بنغالا. طبعا بعد جولتك في هذا المكان اللي هو حيوانات المحنطه اللي من راغونن، نعطيهم طبعا بشكل جميل خمسه، صح؟ واحد اثنين ثلاثه خمسه، اعطيناهم ايوه 5 ستار، شايفين 5 ستار، لانه المكان جميل يعني جهد مبذول انهم يحافظوا على هذه الحيوانات بشكل هذا. طبعا بعد تحنيطها بهذا الشكل للناس اللي بيتعرفوا على الحيوانات اللي ما قد شافوها يشوفوها هنا بشكل محنط. هذه بعض الكلمات من الزوار لهذا المكان. طبعا كل واحد يقول حسب ما يبغى، زي هذا شوفوا كاتبين بي هابي اي لاف يو جاكرتا. طبعا هذا المهرجان الدخول اليه مجانا، الدخول مجانا مفتوح من الساعة 8 صباحا حتى 9 ليلا، موجودين الناس موجودين من 8 ل 9 يوميا لمدة شهر تقريبا او 28 يوم تقريبا. هنا المنطقة الصينية، شوفوا هذه منطقة للتصوير بالمظلة الصينية، شوفوا المظلة الصينية هذه جرهان ماي جازورا جرهان، مسطحة جدا. وايضا هذا الفانوس الصيني المعروف، هذه فقط منطقة للتصوير بهذه الاشياء. هنا ايضا زاوية للتصوير، شوفوا جمال الفراشات والرسومات، شوفوا الملونة هذه، هذه الزاوية جدا جميلة للتصوير. طبعا الناس اللي تحب تتصور تجي تاخذ صورة في هذه الزاوية. هنا زيتون مانا بان اسبانيول، هو اسبانيول. طبعا هذا الزيتون الاسباني، هذا نبات الزيتون الاسباني. نسادو بيجيب ربا نامبولو نامبولو ريبو. طب ini kan maunya cuaca dingin kan, panas panas apa dingin panas. هذه الفاكهة الساو اللي قبل شوية شفناها، خلاص هذه طازجة وكويسة. الكيلو قل لك ب25، الكيلو ب25. نذوق الايش دوريان، بسم الله. واو حالي، لأنه أضاف أعتقد سكر شوية، فمرة حالي. طبعا جلسة حلوة على الطراز الشرق أوسطي، لو نلاحظ في الجمل وايضا النخيل موجود وبعض المنتجات والعصائر هنا موجوده يبيعونها، والجلسه الرائقه في الداخل. وهناك طائر جميل مصنوع من البلاستيك الظاهر، شوفوا نقرب منه. هذه مشاركه من جاكرتا او وسط جاكرتا، حكومه جاكرتا او وسط جاكرتا. هذه المشاركه من عندهم عباره عن حديقه عاملينها بهذه الطريقة، فيها بعض المعلومات عن النباتات الموجودة في منطقة وسط جاكرتا. طبعا بلدية المدينة هي التي عملت هذه الحديقة المصغرة، شايفين النافورة في المنتصف وهذه النباتات موجودة في كل مكان. فهذه مشاركة من من حكومة وسط جاكرتا. المانجا ايضا اسمها ارون مانيس، والله مره طعمه لذيذه صراحه، لذيذه ب45 الكيلو يقول لك، صراحه لذيذه. والله شكلي باخذ كيلو، والله مره رهيبه عجبتني صراحه، عجبتني. مانجا مانجا في الدماغ تصقع هنا. 1 كيلو برابا بانس كيلونيا؟ 45 45 1 كيلو يا عمي 1 كيلو. طبعا بالرغم انه خلاص ليل ولكن المكان ما زال يعج بالناس، وعندهم مكان متخصص او سوق للاكلات، سوق للاكل. طبعا كشكات من الاكل، اغلب الاكل اندونيسي. هذا السوق موجود على هامش المهرجان للنباتات والزهور، زهور الزينة طبعا ونباتات الزينة. هنا نحصل منطقة المطاعم والأكلات، شوفوا سوتو سوربايا منادو كداي
ايام جورينغ وغيرها من الاكلات. فللناس اللي تحب تيجي هنا راح يستمتعوا بوقتهم يشوفوا انواع النباتات والزرع والزهور، وبعدين اذا بياكلوا يحصلوا الاكل هنا موجود. كانت هذه نهايه حلقتنا اليوم، اذا عجبكم الفيديو انشروه في كل مكان وادعمونا باللايكات واعطونا رايكم في الكومنت، ولا تنسوا تشوفوا حلقات السابقه. سامبيجون بلاقي